تحية رياضية لكم مشاهدينا وما كنتوا عم تتابعونا. طبعا نحن معكم مباشرة من ملعب سور البلدي. مباراة اليوم التضامن سور سفيرة جنوب عم يستضيف سفيرة البقاع النبشيت. فإذا هيدي لحظة انطلاق المباراة بعد ما أطلق إشارته علي سلوم. كرة عم تتحرك، شوفوا والله خطأ بالدفاع، وإذا بابا بمر بابا بعده عم يتقدم، ممكن يسدد، بيحاول المرور، بيدخل منطقة الجزاء، جول 1-0 1-0. لا 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 ما معقول، بمرمى المنتخب الإيراني. هيدا تحرك عم بيكون موجود من رضا عنتر، ممكن توصل الكرة لعند رضا عنتر، أنا ما بتوصل، توصل لعند حسن مليح، بيسدد مباشرة. أوه تسديدة كانت صاروخية من لاعب طوغو اكاتي. هذه كره اماميه لمين فنيه، بينفرد، ممكن يمر لمين فنيه، موجود لجنبه عبد الفتاح عاشور. هذه الكره الراسيه من طرف علي، كره عرضيه كانت من لمين فنيه، ايضا مع يوسف عنبر. وهيدي العرضيه لداخل المنطقه، وهيدي الراسيه ممكن يكون خطره، ممكن التسديده مباشره. لا 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 ما معقول، ما معقول، تسديد لرضا عنتر، ما بدك افضل من هيك يا قائد. اكاتي هيدي تمريره اماميه، وسيم عبد الهادي، 1-0 1-0، جول جول جول. لمين فنيه بتمريره حاسمه كانت لعند مين؟ لعند وسيم عبد الهادي. من وقت قليل كنت عم بقول انه التضامن سوري من الاخطر، من الاقرب، التضامن سوري عم مسافه كبيره قطع النبشيت للوصول الى سور. اذا لحظه انطلاق الشوط الثاني، طبعا برايي تبديل رح يكون مؤثر، خروج حسن ظاهر بالوقت هناك، الكره العرضيه لداخل المنطقه، ممكن الخطوره علي بزي، انما تسديدته لعلي بزي عم توصل سهله جدا. بعد ما لعبت بالدوري 16 من بطوله كاس لبنان، رح نبقى مع بطوله لبنان بالدوري. وهيدي الكره العرضيه، وهيدي الكره بيلعب تمريرة أمامية، وين العرضية المنتظرة؟ ممكن حسين نصر الله يلعب العرضية، بمر، بيدخل منطقة الجزاء، هيدي الكرة العرضية لداخل المنطقة، ممكن جول جول. لا 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 ما معقول، ممكن جول لمين فنيه. يمكن اليوم ما كان موفقين الأجانب اللي معنا، وأنت شفت اليوم كان في شوية أغلاط حكام، بس أكيد هيدا الشيء ما بيعني إنه نبشيت فريق ما منيح، وإن شاء الله ماتش عن ماتش، يعني الماتش الجاي بيكونوا تأقلموا معنا الأجانب، وأنت بس تغير أجانب بين المرحلتين أكيد هيدا بيكون يعني سلبي على الفريق. اول شيء اكيد يعني اي لاعب بفوت على نادي بيلعب للنادي قبل كل شيء اكيد، بس الكابتن جمال بتعرف انا مشتغل معه اكثر من فريق، ويعني له عندي معزه غير، يعني اكيد يعني الحافز انه بيزيد اكثر، مش قصه انه الكابتن جمال رجع او شيء، يعني احنا بوضع هلا ما في مجال الا انه نحقق الفوز، وما فينا نهدر الفرص، ما فينا نهدر فرص الفوز على ارضنا بالذات يعني.